يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده طبعا حلقه هتكون مهمه جدا، الحديث هيكون دائم عن مباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وبالتحديد المباراه النهائيه. واكيد كلنا كاهلاويه وكل المصريين بشكل عام مستنيين هذه المباراه بفارغ الصبر، مش المباراه دي بس، ايضا مباراه العوده، علشان مجموع المباراتين ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق ويقدر يحرز هذا اللقب الغالي جدا 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 بالنسبه لكل الاهلاويه. اكيد طبعا النادي الاهلي يمكن السنه اللي فاتت ما وفقش في حصد هذا اللقب، ان شاء الله السنه دي يكون موفق ويبقى اللقب رقم 9 في تاريخ النادي الاهلي من حيث بطولات دوري ابطال. دي بعض اللقطات كده من تاريخ مواجهات النادي الاهلي والترجي، ويمكن في تفوق اهلاوي نسبيا، يعني الاهلي اعتقد فاز في عدد من المباريات اكتر من الترجي، بالتالي في تفاؤل بالجزئيه دي، بس مش عايزين نفرض في التفاؤل خالص، لان كل مباراه بيبقى ليها ظروفها وكل ملعب ليه ظروفه. ممكن النادي الاهلي بيكون موفق شويه في رادس، بيقدر ان هو يحرز انتصارات كتير هناك، اعتقد كسبنا هناك 4 مرات في مواجهه الترجي ومختلف الفرق التونسيه، لكن في المقابل برضه يا جماعه فريق الترجي ما بيخسرش اطلاقا في استاد برج العرب. يعني جمهور النادي الاهلي متفائل باستاد رادس، وجمهور الترجي متفائل باستاد برج العرب في اسكندريه. بشكل عام نتمنى الاهم ان شاء الله توفيق النادي الاهلي في هذه المباراه، حلم بالنسبه لنا كلنا، بقى لنا 5 سنين ما بناخدش بطوله دوري ابطال افريقيا، مش متعودين يعني النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مش متعود ان هو يعني يقعد الفتره دي كلها ما بياخدش البطوله. ان شاء الله يكون موفق السنه دي بالتحديد بعد الاخفاق الموسم اللي فات بسبب اسباب كلنا عارفينها، يمكن كانت ابرزها طبعا التحكيم وبكاري جسامه، لكن ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في مباراتي النهائي سواء الذهاب او الاياب، وان شاء الله الفريق يفوز ويتاهل لكاس العالم للانديه. الاجواء بتاعتها اكيد برضو وحشتنا بشكل كبير جدا، الامور كلها ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور كمان المتحفز جدا لهذه المباراه، عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي عايز يروح استاد برج العرب، واعتقد الجمهور هيكون من حوالي 50 لـ60 ألف متفرج ان شاء الله يكونوا متواجدين في الاستاد، عدد كبير جدا ان شاء الله يكونوا عنصر اساسي كالعاده في فوز النادي الاهلي. نتمنى من الفريق من غير اي ضغوط بس على الفريق، نتمنى ان هم يحققوا انتصار مريح نسبيا قبل العوده لتونس وملعب رادس. المباريات دي مش مطلوب، النغمه بتاعت زمان اللي احنا ممكن نكسب 2 و3 وكمان من ده، المباريات دي ما فيهاش الكلام ده، المهم ان انت تكون متفوق في مجموع المباريتين. ناخد الموضوع واحده واحده، الجهاز الفني اكيد مدرك هذه الجزئيه بشكل مهم جدا، وكلامه كمان بالمناسبه مع اللاعبين كان على ضروره عدم النظر للمواجهات التاريخيه اطلاقا مع فريق الترجي. في تفوق اهلاوي ده واضح في الجانب التاريخي في المباريات ما بين الفرقتين، لكن مش دايما ممكن يكون وارد ان النادي الاهلي خلاص طالما تفوق تاريخيا يبقى خلاص هيكسب، لا مفيش حاجه اسمها كده في الكوره اطلاقا. كمان هم عندهم اكيد دوافع وحوافز كبيره جدا للفوز على النادي الاهلي، عايزين يثبتوا عكس الكلام اللي بيتقال دايما ان النادي الاهلي هو المتفوق على الترجي، سواء في بالتحديد في ملعب رادس في تونس، الاجواء بصراحه بتبقى رائعه جدا في المباريات بشكل عام، وعايزين اكيد يثبتوا ان هم اقدر من النادي الاهلي بالفوز بهذا اللقب. ان شاء الله ما يقدروش يثبتوا هذا الكلام، ان شاء الله يكون النادي الاهلي هو المتفوق جدا، لكن عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على الفريق. الجهاز الفني طبعا خلاص، الفريق والجهاز الفني سافروا النهارده للاسكندريه الصبح، كان عندهم مران خفيف كده او لسه المران كمان هيكون في برج العرب ان شاء الله بعد ما يوصلوا على طول. النهارده اتجمعوا في التتش الصبح وسافروا للاسكندريه عشان يكون في تدريبين للنادي الاهلي سواء النهارده او بكره استعدادا لهذه المباراه. اكيد في هيكون محاضرات فنيه بالنسبه للجهاز الفني للاعبين، المحاضرات هتكون من قبل مستر باتريس كارترون، من قبل كابتن محمد يوسف والجهاز المعاون، علشان ان شاء الله يقفوا على بعض النقاط المهمه جدا بالنسبه لفريق الترجي سواء نقاط القوه الضعف. اعتقد الفرقتين خلاص بقى كتاب مفتوح بالنسبه لبعض، يعني كل فريق حافظ الثاني مفاتيح اللعب، نقاط القوه ونقاط الضعف، لكن دايما بيبقى فيه تعليمات فنيه من الجهاز الفني للاعبين. اللاعبين خلاص مدركين اهميه المرحله اللي هم موجودين فيها، خلاص انت في اخر مرحله في بطوله دوري ابطال افريقيا، ممكن نكون ابتدينا بشكل يمكن سيء شويه في البطوله دي، تعادل مع الترجي 0-0 بالمناسبه، يعني هم يعني تعادلوا معانا في برج العرب كالعاده، وخساره المباراه الثانيه امام كامبالا سيتي الاوغندي 2-0،
وبالتالي كان النادي الاهلي يمكن كان خلاص الناس فقدت الامل في ان النادي الاهلي او شبه فقدت الامل في ان النادي الاهلي يتاهل للادوار المجاوره، لكن العكس تماما حصل بعد تعديل في الجهاز الفني كان مهم جدا بقدوم مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف. مستر باتريس كارتيرون عنده خبرات عظيمه جدا في افريقيا، وده كانت احد الاسباب الرئيسيه اللي خلت مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان هم يسعوا في التعاقد مع الراجل ده. وكمان كابتن محمد يوسف عنده خبرات كبيره جدا وقدر ان هو يفوز باخر بطوله للنادي الاهلي في بطولات دوري ابطال افريقيا في 2013، فبالتالي ان شاء الله احنا متفائلين بالاثنين لان الاثنين احرزوا هذا اللقب. مستر باتريس كارتيرون احرزه مع فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، وكابتن محمد يوسف كمان احرزه مع النادي الاهلي كان اخر لقب في 2013. ان شاء الله كابتن محمد يوسف كمان بالتحديد يكون وشه حلو، لكن عشان كان اخر لقب معاه ان شاء الله كمان في ظل تواجده وبرفقه مستر باتريس كارتيرون ان شاء الله يقدروا يجيبوا لنا هذا اللقب المهم جدا. اصابات، يمكن ما فيش يعتبر اصابات في فريق النادي الاهلي غير جونيور اجاييه، ودي اصابه طويله، وايضا علي معلول للاسف اللي اتصاب في مباراه الذهاب امام فريق افاق الصيف وانتهت بنتيجه 2-0 وجاله مزق في العضله الضمه. اعتقد دول ابرز اثنين. الاصابات الثانيه كلها اعتقد خفيفه، يعني احمد فتحي عنده اجهاد شويه في العضله الاماميه ان شاء الله هيبان الامور بالنسبه له هتكون ايه. هشام محمد عنده اجهاد في العضله الخلفيه ان شاء الله ايضا يكون مهيئ للمشاركه في المباريات. الشناوي كمان جاهز جدا، ودي نقطه مهمه جدا. البعض يمكن كان بيتكلم شويه بعد مباراه الوصل بالتحديد، الشناوي يمكن اتصاب في المباراه دي في الشوط الاول نزل مكانه اكرامي. كتير من الناس بيتكلموا عن حراسه المرمى في النادي الاهلي وبينتقدوا الجزئيه دي بالتحديد، وده مش وقت انتقاد خالص يا جماعه، كلنا بنساند الفريق. عندنا اثنين من افضل الحراس في مصر، الاثنين كانوا متواجدين مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم، والشناوي كمان شارك بشكل اساسي وتالق في مباريات كاس العالم في اول مباراتين بالتحديد قبل ما الحضري يعني يشارك كتكريم ليه. لكن طبعا هما الاثنين لاعبين مهمين جدا، واي واحد فيهم هيشارك هو خلاص الشناوي اعتقد هو اللي هيشارك لان هو اللي خاض بالكامل والراجل رجله في الملعب. اعتقد ان هما ان شاء الله باذن الله الاثنين اللي هيشاركوا اي حد فيهم هيشارك منهم هو اللي هيكون مهيئ وهيكون جاهز ان شاء الله ان هو يقود النادي الاهلي في هذه المباراه. عندنا عناصر كمان مهمه جدا ابرزهم وليد سليمان احد العناصر الاساسيه في النادي الاهلي بيتالق خلال الفتره الماضيه بشكل كبير واحد نجوم النادي الاهلي هذا الموسم. هيكون الحديث طويل جدا عن مباراه الترجي النهارده، لكن بعد الفاصل هنرجع نواصل كل فقرات برنامج كلام في النادي. أذان المغرب حسب التوقيت المحلي. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وأكيد فقرات الحلقة النهاردة زي ما قلت لكم هتكون أغلبها عن مباراة الأهلي والترجي التونسي، هذه المباراة المصرية في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. مستنيين تفاعلكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة سواء على فيسبوك وتويتر وإنستجرام. وسؤال حلقتنا النهارده خاص بايه الهدف اللي انت ما تقدرش تنساه للنادي الاهلي في شباك الترجي التونسي. كمان الجزء الثاني من حلقه النهارده هيكون معانا الاستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، هيكون اكيد الحوار معاه ممتع، انا بستمتع بصراحه في الحوار معاه، وهيكون الحوار بالتحديد ايضا عن مباراه ان شاء الله بعد بكره اللي هتكون في تمام الساعه 9 مساء. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. نبتدي حلقتنا النهارده ونروح نشوف اهم العناوين. 22 لاعبا في قائمه الاهلي استعدادا لنهائي افريقيا. الفريق يدخل معسكرا مغلقا في برج العرب. كارتيرون للاعبي الاهلي انسوا التاريخ قبل مواجهه الترجي.
يوسف، نهائي أفريقيا لن يحسم إلا بعد 180 دقيقة. الجهاز الفني يفرض السرية على تدريباته ببرج العرب. الترجي يصل برج العرب اليوم على متن طائرة خاصة. الإمارات تطلب تواجد محمد صلاح في مواجهة الفراعنة الودية. القاهرة بنرسل إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. طويلة الخطيب بيحط الكورة ماشي الخطيب هو واحد بفاضل نفسه ولا بيجيك شمال. ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. كرة زادتين وهيجي جول. يا جول جول جول. يفوز النادي الاهلي ببطولة افريقيا لاول مرة. يا رب. كلها حاجات بصراحه تفاؤليه كده وحماسيه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله الفريق يكون موفق في مجموع الماتشين. يعني المهم جدا ان احنا يعني حتى لا قدر الله لو النادي الاهلي ما وفقش في المباراه الاولى ان هو يفوز، هو اهم حاجه بصراحه ان ما يدخلش فينا اهداف. يعني ممكن نكسب 1-0 اوكي، 2-0 يا ريت، 3-0 اتمنى، يعني اكيد نفسنا اكيد، لكن اهم حاجه النادي الاهلي ما يدخلش فيه اهداف، خصوصا ان انت بتقابل فريق صعب جدا زي فريق الترجي التونسي من اكبر الفرق في قاره افريقيا بشكل عام. فبالتالي المباراه هيبقى فيها قوه نديه كبيره جدا ما بين الفرقتين. ان شاء الله الفريق يكون موفق في هذه المباراه ويقدر ان هو يحقق المطلوب منه، حتى لو هيتعادل 0-0 اهم حاجه ما يدخلش فينا هدف على ارضنا. ان شاء الله كل التوفيق للفريق بشكل كامل والجهاز الفني. نروح نشوف اهم الاخبار في الصحف النهارده عن النادي الاهلي. مجله الاهلي بعد نشرها بالجريده الرسميه: سريان العمل بلائحه النظام الاساسي للاهلي. دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد يومي 23 و24 نوفمبر. مجله الاهلي الثامنه مساء الجمعه في برج العرب في ذهاب نهائي دوري الابطال الافريقي. ان شاء الله هنكسب. تسعة في الخير يا أهلي، كلاكيت تاني مرة نادي القرن يواجه الترجي في النهائي الحلم. الماتش الساعة 9 مش 8. الأخبار: أشرف صبحي يطالب الأهلي بالحسم المبكر للقب الأفريقي. مجلة الأهلي احذروا من لعبة الحظ والعقدة. إذا كان رادس أهلاويا فبرج العرب ترجاويا الذي كتب التاريخ في تونس يمكنه إعادته في الأسكندرية. مجلة الأهلي نهائي دوري الأبطال يدخل التاريخ، استخدام تقنية الفار لأول مرة في بطولة أفريقيا. مجلة الأهلي طرح نصف تذاكر مباراة الترجي بالنظام الإلكتروني وتخصيص النصف الآخر للأعضاء. الأهرام الأهلي يفرض السرية على تدريباته وبرج العرب استعدادا للترجي. كارتيرون بطل تونس تطور أداؤه والفريقان كتاب مفتوح. السرية شعار الأهلي قبل نهائي أفريقيا ضمن الشروق. الفريق يدخل معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا للترجي ويمنع الإعلام من التواجد في التدريبات وجاهزية الشناوي وفتحي وهاني. الأخبار المسائي: هدوء في الأهلي، الفريق في معسكر مغلق بالإسكندرية والشناوي جاهز للترجي. الوفد اليوم الفريقان في برج العرب استعدادا لنهائي افريقيا. الاهلي يصحح اخطاء الدفاع قبل مواجهه الترجي ويعلن جاهزيه الشناوي ومحارب. المساء درس على السبوره للاعب الاهلي علاج اخطاء الدفاع، تعليمات خاصه للظهيرين وتصحيح تحركات حمودي. اللقاء الهام بين النادي الاهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كره العرضيه الاول للنادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وتلعب تاني طاهر ابو زيد طيب اكيد في تفاصيل كتيره بخصوص النادي الاهلي في صحف النهارده زي ما قرينا العناوين كده، ويمكن
بتحديد مجلة الأهلي اللي بتقول إن المباراة هتكون إن شاء الله يوم الجمعة في برج العرب، وأكيد إن شاء الله كلنا منتظرين هذه المباراة، وده كلاكيت تاني مرة للنادي الأهلي في مواجهة الترجي التونسي في النهائي. المرة الأولى لو كلنا نفتكر كانت في 2012 والنادي الأهلي وفق فيها بعد التعادل في برج العرب بنتيجة 1-1، كان أحرزه في التوقيت ده السيد حمدي لاعب النادي الأهلي. ومباراة الإياب في تونس بتحديد في استاد رادس النادي الأهلي قدر أن يكسب 2-1 بهدفي محمد ناجي جدو ووليد سليمان. بالتالي أكيد دي المرة الثانية إن شاء الله تتكرر نفس السيناريو أو أيا كان السيناريو، المهم يتكرر النادي الأهلي يقدر أن هو يفوز باللقب في النهاية. ايضا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يطالب الاهلي بالحسم المبكر للقب، يمكن هو تواصل مع الكابتن محمود الخطيب وقال ان انا مستعد ان انا اساعد في اي عقبات ممكن تكون بتواجه الفريق بشكل عام قبل مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، وقال ان هو بيتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في الفوز باللقب الافريقي الغالي عشان ده اكيد بينسب في الاخر للنادي الاهلي وطبعا لجمهوريه مصر العربيه، ان لقب يدخل مصر اكيد زي بطوله دوري ابطال افريقيا اكيد ده شيء مهم جدا، والنادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الافريقيه بشكل عام دلوقتي، فاكيد كانت مكالمه مهمه كمان من الدكتور اشرف صبحي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. مجله الاهلي بقى اتكلمت في حته مهمه جدا 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 وهي خاصه بان احذروا من لعبه الحظ والعقده، اذا كان رادس اهلاويا فبرج العرب ترجويا، الذي كتب التاريخ في تونس يمكنه اعادته في الاسكندريه. هم بيتكلموا بصراحه على ان النادي الاهلي زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه النادي الاهلي بيبقى موفق في رادس بالتحديد وبنكسب هناك، كسبنا اعتقد الافريقي التونسي هناك في 2015 كمان في الكونفدراليه، كسبنا الترجي 3-4 مرات، كسبنا الصفاقسي طبعا في المباراه الاخيره ما ننساهاش خالص في 2006 بتاع هدف ابو تريكا، فبالتالي محظوظين هناك، موفقين هناك، متعودين على اللعب هناك، الدنيا كويسه بالنسبه لنا خالص. لكن في المقابل فريق الترجي ما بيخسرش في برج العرب اطلاقا، ودي يمكن بالارقام، يعني خلينا كده نتكلم في البدايه عن 2012، الترجي تعادل مع النادي الاهلي في ذهاب نهائي دوري الابطال في برج العرب بنتيجه 1-1، زي ما قلت لكم كان السيد حمدي احرز هدف النادي الاهلي في الاخر، كنا خسرانين كمان 1-0، في الاخر السيد حمدي حط جون كان مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي سواء من الناحيه المعنويه او كمان بالنسبه للنتيجه عشان مباراه العوده، وده اللي نجح فيه النادي الاهلي انه يحرز هدفين هناك فحسم الامور بدري بدري. عام 2017 الترجي او الاهلي والترجي كان في ذهاب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا وتعادلوا 2-2، سجل اهداف الاهلي ده كان السنه اللي فاتت عبد الله السعيد ووليد ازارو. تمام، في 2018 برضو هناك او هنا بالتحديد في برج العرب السنه دي تعادلنا في اول مباراه 0-0 كانت تحت قياده كابتن حسام البدري، بالمناسبه المباراه دي كمان كان لنا هدف ما اتحسبش بتاع مروان محسن يعني، بس المهم في النتيجه في الاخر خلصت 0-0، وده يثبت ان هم فريق في ملعب برج العرب بيكونوا جيدين ومحظوظين زي ما احنا موفقين هناك وهم موفقين هنا. في البطولة العربية السنة اللي فاتت الترجي شارك في البطولة دي وكان بيلعب كل مبارياته كمان في استاد برج العرب، ما خسرش ولا مباراة، يعني هو لعب تقريبا 5 مباريات بالاسكندرية ما خسرش ولا مباراة منهم. وفي البطولة العربية كمان السنة دي لعب الاتحاد السكندري في استاد برج العرب ولا كان استاد اسكندرية، المهم ان هو لعبه كمان في مصر يعني بشكل عام في اسكندرية وتعادله 1-1، أبدري كان موفق بشكل كبير جدا وقدر ان هو يتعادل معاهم 2-2 هناك في رادس. عام 2010 ده كان بالنسبه لاستاد برج العرب، 2010 على فكره احنا برضو خسرنا منهم في استاد رادس، يعني مش كل مبارياتنا مع الترجي ما كناش بنخسر، لا احنا خسرنا منهم بس كانت خساره بصراحه يعني مزيفه غير حقيقيه بهدف انرامو الشهير اللي حط الكرة بايده والراجل لامبتي اللي هو الحكم الغاني اللي موقوف دلوقتي اعتقد او اللي تم شطبه يعني نهائيا وافق على هدف لانرامو احرزه بايده. 2011 كمان يمكن الاهلي برضو خسر 1-0 من الترجي في رادس، يعني الهدف من اللي قالته مجله النادي الاهلي والتحليل ده والارقام المهمه دي ان الموضوع مش مرتبط بانك بتكسب هناك وهم بيكسبوا هنا او هم بيتعادلوا هنا، الامور كلها طبقه في الملعب، الامور كلها طبقه للفريق اللي مركز اكتر اللي حاطط هدف بالنسبه له بشكل كبير جدا اللي عنده الجديه الكبيره ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، عايزين نستغل ان شاء الله عامل الجمهور هنا في ملعب برج العرب عشان اكيد الجمهور هو العنصر الاساسي ورقم واحد في مسانده النادي الاهلي وخصوصا في ظل حضور عدد كبير من جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ما بين 50-60 ألف متفرج في استاد برج العرب ان شاء الله. لعب الاهلي مع الترجي في رادس 7 مرات، الاهلي فاز 4 وفاز الترجي 3 مرات، ولعب الاهلي مع الصفاقسي في نهائي دوري الابطال 2006 زي ما قلت لكم بهدف ابو تريكا، ومع الافريقي كمان زي ما قلت لكم في 2015، كلها امور مهمه جدا وكلها ان شاء الله
يعني في الاخر نتمنى ان مجموع المباراتين يصب في مصلحه النادي الاهلي وان هو يقدر ان هو يفوز بمجموع المباراتين. في جزئيه كمان مهمه جدا، ومجله الاهلي قالت ان نهائي دوري الابطال يدخل التاريخ استخدام تقنيه الفار لاول مره في البطوله، وده شيء مهم جدا. طبيعي ان تواجد تقنيه الفار في مباراه حاسمه زي دي بعد اخطاء تحكيميه بنشوفها دايما في افريقيا اكيد شيء مهم، لا وبالتحديد كمان بعد المباراه بتاعه الترجي امام فريق اول اغسطس الانجولي في رادس. انا اتفرجت بصراحه على المباراه دي، فريق اول اغسطس كان عنده هدف ما اتحسبش 100%، كان الهدف الثالث ليهم وكان هيخلص الامور خالص. فبالتالي اكيد تواجد الفار في المواجهه دي او في المواجهتين بشكل عام هيكون شيء مهم جدا عشان يكون في عداله بالنسبه للفرقتين، يعني النادي الاهلي ياخد حقه ونادي الترجي ياخد حقه، الحق كمان ان هو من الناحيه الفنيه هو اللي يقدر ان شاء الله ياخد البطوله بغض النظر على الاخطاء التحكيميه. ان شاء الله الفار هو مش بيمحي الاخطاء التحكيميه خالص، لكن على الاقل تقدير بيقلل الاخطاء دي وده شيء مهم جدا. الاهرام اتكلمت ان الاهلي يفرض السريه على تدريبات برج العرب استعدادا للترجي، وكارتيرون كمان بيقول ان بطل تونس يعني تطور اداؤه. طبعا طبيعي جدا النادي الاهلي يخش في معسكر مغلق قبل مباراه مهمه زي دي بيومين، وطبيعي جدا ان ما يكونش فيه اي وسائل اعلام او ما يكونش فيه اي متابعات من اي حد لهذه التدريبات عشان مزيد من السريه، وعشان كل واحد او عشان اللعيبه بالذات والجهاز الفني يركزوا بشكل كبير جدا في المباراه. فبالتالي هم يعني كلها امور طبيعيه جدا قبل المباريات النهائيه بالتحديد. وكمان مستر باتس كارتيرون هيتكلم مع اللاعبين وحذرهم من ضروره التركيز في هذه المباراه وضروره استخدام عنصر الجمهور والملعب ان شاء الله في ان النادي الاهلي يكون بيأدي بالشكل المطلوب، وعلى حسب الامور الفنيه والتكتيكيه اللي هيطلبها منهم مستر باتريس كارتيرون يكونوا اللاعبين موفقين ان شاء الله. اي لاعب هيلعب ان شاء الله هو جدير بتي شيرت النادي الاهلي وان شاء الله يكون اضافه وعنصر قوي في احراز هذا اللقب، وتكون البدايه ان شاء الله من استاد برج العرب. نروح نشوف اهم اخبار الاهلي على النت. موقع رسمي الاهلي، كارتيرون يعلن قائمه الاهلي مواجهه الترجي. الموقع الرسمي للأهلي، كارتيرون يطالب لاعبي الأهلي بعدم النظر لتاريخ لقاءاتهم مع الترجي. بوابة الشروق، يوسف لقب أفريقيا لن يحسم إلا في رادس. من كارتيرون لاعبي الأهلي ثلاث رسائل هامة قبل النهائي الأفريقي، ده من يلا كرة. في الجول، كيف يطبق الكاف حكم الفيديو في النهائي رغم عدم استخدامه في مصر وتونس، جزئية مهمة جدا. موقع البوابة، الأهلي يؤدي مرانه اليوم في برج العرب. اليوم السابع، الأهلي يختبر فتحي وهشام ويتدرب في برج العرب استعدادا للترجي. بالنسبة بقى للمواقع الـ 24 كتب أو قال الترجي الرياضي يطير إلى الإسكندرية. موقع جريدة الشروق التونسية، مجدي تراوي جاهزون لموعد ذهاب نهائي أبطال أفريقيا أمام الأهلي وسنسعى للتهديف في ملعب برج العرب. موقع الصحافة، اليوم التونسي قبل موعد 2 نوفمبر ضد الأهلي، هل يراهن الشعباني على ثالوث في محور الدفاع؟ موقع نسمة سبورت التونسي، أنيس البدري متفائلون وهدفنا مواجهة ريال مدريد. الرجال غالية ليتحقق في مصر إن شاء الله انتصارا رياضيا عجيبا. النادي الأهلي صاحب الأرض والملعب والبطولة بإذن الله. فاروق يلعب كرة عرضية، فاروق عرضية عالية وبيحطها زي عروس وبوووب، سيد سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ والله اسم السيد. خالد 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 بيبو يعوض مكانه، محمد فاروق طرد طرد بيبو 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 الله هقول كمان هقول كمان مبروك لمصر. البطوله دي بالتحديد كانت رائعه بصراحه، وكان بقالنا كتير برده ما ناخدش بطوله دوري ابطال افريقيا، وكان فتره الولايه الاولى من سير مانويل جوزيه وقدرنا ان احنا ناخد بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي كمان. ان شاء الله نتمنى المره دي كمان تكون المره التاسعه بالنسبه للنادي الاهلي. اهم الاخبار اللي اتكلمنا فيها ان كارتيرون اعلن خلاص القائمه الخاصه بهذه المباراه. خليني اقول لكم الاسماء على لطفي في حراس المرمى، احمد فتحي ومحمد دهاني وساليف كولوبالي وسعد سمير وايمن اشرف وصابر رحيل في خط الدفاع، حسام عاشور وعمرو السوليه وهشام محمد واكرم توفيق وكريم ندفد واسلام محارب بعد تعافيه. خلاص اسلام محارب ان شاء الله هيكون جاهز للمباراه، وعارفين كان عنده شد في العضله الضمه، دول خط الوسط. في الهجوم هيكون متواجد كل من صلاح محسن ومروان محسن
واحمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر واحمد حمدي ووليد ازارو. ديبو مدلعنا بصراحة النهاردة وجايب لنا فيلرات كتير، وكمان وليد أزارو ده عشان هو بيحب وليد أزارو، ونتمنى أن وليد أزارو بالمناسبة يكون موفق في المباراة دي، وأي هدف يا أزارو والنبي إن شاء الله تقدر أن أنت تحرزه، أي فرصة إن شاء الله أو أي حد من مهاجمي النادي الأهلي أو أي لعيب إن شاء الله في 11 لاعب يستغلوا الفرص بشكل مهم جدا علشان يعني إن شاء الله ناخد الموضوع كده خطوة خطوة وناخد البطولة. طيب من ضمن الاخبار ايضا ان الموقع الرسمي قال كارتيرون يطالب لاعبي النادي الاهلي زي ما قلت لكم ان هو مش عايز اللاعبين يفكروا في تاريخ مواجهات الفرقتين، مش مقياس خالص انك تكسب الترجي هناك او هم يتعادلوا هنا او الكلام ده خالص مش مقياس خالص في مباريات كره القدم، يعني ده طبيعي جدا. ممكن تكون متفائل نسبيا بالموضوع ده لكن ما تحطوش اساس بالنسبه لك، انسى الموضوع ده خالص، واهم حاجه ان شاء الله باذن الله ان الكل يساند النادي الاهلي، الاعلام الجماهير كمان اهم حاجه ان شاء الله في المباراه، حتى لو لا قدر الله احنا ده اللي متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي، لو الفريق مش موفق لو دخل فيك هدف بيبقى المؤازره دايما موجوده، مجرد ما الهدف بيخش جمهور النادي الاهلي عنده وعي كبير جدا بهذه الجزئيه، ان شاء الله يكون الامور ماشيه بشكل جيد جدا. طيب نروح لموقع في الجول وخبر مهم جدا وهو كيف يطبق الكاف حكم الفيديو في النهائي رغم عدم استخدامه في مصر وتونس. بصراحه يعني زميلنا العزيز امير عبد الحليم هو اللي عمل هذا التحقيق الهام جدا، يعني كلنا فكرنا او الناس كلها فكرت ان هيكون في تقنيه الفار في مباراتي النهائي، لكن الراجل بصراحه اشتغل على الموضوع بشكل جيد جدا وراح لاحد المصادر في الاتحاد الافريقي عشان يسالهم ازاي تقنيه الفار هتستخدم في المباراتين وهي ما استخدمتش اصلا في مصر ولا في تونس حتى خالص. فبالتالي خلينا نروح سريعا لاستاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول. يا استاذ امير مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، انا بشكرك جدا طبعا على كل الكلام اللي انت قلته، وان شاء الله باذن الله يعني تبقى التقنيه مستخدمه بافضل شكل ممكن، والنادي الاهلي ونادي الترجي برضو يعني يقدروا ياخدوا حقهم بافضل شكل ممكن في المباراه ان شاء الله باذن الله. بصراحه انت يعني ايه سبت الناس كلها بتفكر ان المباراه خلاص في النهائي بالفار وكله قال خلاص اوكي بالفار بتاع، لكن انت فكرت في ان الفار اصلا ما استخدمش ولا في مصر ولا في تونس كمان، فبالتالي رحت لاحد المصادر قول لنا التفاصيل لما اتكلمت معاه كان الامور ايه، قال لك ازاي هيتم استخدام هذه التقنيه وهي بتبقى محتاجه اساليب كتيره واليات كتيره علشان تطبق في المباراتين بشكل عام. مظبوط يا امير، يعني يمكن احنا شفنا في كاس العالم ان التقنيه لما كانت مطبقه كان اوريدي النظام واوريدي الاجهزه موجوده في الملعب من اول البطوله لحد نهايتها، ما كانش في نوع من انواع التنقل ما بين الملاعب عكس الموجود هنا في افريقيا، احنا مضطرين ان احنا نركبها في مصر لان هي مش موجوده وبعد كده نروح بيها لتونس ونركبها هناك علشان هي مش موجوده، فكان الموضوع محتاج شويه ايضاحات. تمام. فاللي احنا فهمناه طبعا من الكاف ان النظام اللي هم بيتبعوه هم اشتروه من اسبانيا وهم كانوا طالبين ان النظام ده يكون متنقل ما يكونش ثابت في الملعب علشان يقدروا ان هم يستخدموه بالشكل اللي احنا هنشوفه في نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. المفترض ان هم بيطلبوا غرفه تكون مطله على ملعب المباراه نفسه، تكون تمام. قريبه من غرفه الحكام وفي نفس الوقت برضه تكون قريبه من عربيه البث. بالفعل هم نطقوا مع استاد برج العرب الموضوع ده واختاروا غرفة بالفعل علشان يركبوا فيها النظام والأجهزة بتاعتهم وكل ده تم فعليا، وفي نفس الوقت برضو نطقوا مع إدارة الترجي التونسي علشان يكون نفس الموضوع متاح في ملعب رادس إن شاء الله في مباراة الإياب إن شاء الله. طيب يعني اكيد شيء مهم ونتمنى، او بصراحه كمان يعني اكيد انت امير تابعت مباراه الترجي وفريق اول اغسطس الانجولي وكان في اخطاء تحكيميه رهيبه جدا كانت كفيله بتاهل فريق اول اغسطس للنهائي، فبالتالي بصراحه شيء مميز ان الفار يكون مبدئيا موجود في المباراتين بتوع النهائي، لكن ما تطرقتش ليهم لحكم المباراه اللي ممكن يكون متواجد في مباراه حتى الذهاب الاول، لان لحد دلوقتي الاتحاد الافريقي ودي حاجه غريبه بصراحه ما اعلنش عن الحكم اللي هيقود مباراه الذهاب الاهلي والترجي.
الحقيقه انا اتكلمت فعلا معاهم في النقطه دي، واللي انا فهمته منهم ان اللي معطل الامور برضو بشكل كبير حكم الفيديو، لان الاتحاد الدولي بيشترط ان يكون الثلاث حكام يكونوا دوليين، حكام الفيديو يكونوا دوليين، يكونوا من كمان مش دوليين عاديين، لا من اصحاب التقارير الطيبه. تمام. ففكره ان هم يعتمدوا على ثلاث حكام ويكونوا من اصحاب يعني الاشادات الدائمه في التقارير، وفي نفس الوقت برضو بالاضافه الى طاقمي تحكيم المباراه النهائيه، ده مأخر الامور بعض الشيء، لان لسه لجنه الحكام ما استقرتش بشكل نهائي. بشكل كبير هيتم الاعلان ده في خلال النهارده او بكره ان شاء الله، هيتم الاعلان عن اسماء الحكام سواء حكام الفيديو او حكام الماتش. حكام الفيديو بيبقوا حوالي ثلاثه صح؟ ثلاثة مظبوط، والثلاثة لازم يكونوا دوليين. تمام. يعني اللي أنا فهمته منهم إن الثلاثة كل واحد فيهم يقدر ينزل يدير المباراة من الملعب. فهمت بالظبط. من لازم يكونوا من المرشحين لإدارة النهائي من الأساس، لأن زي ما أمير شفت حوالي خمس أسماء مرشحين لإدارة طبعًا المباراة النهائية، هيبقى في واحد منهم في الملعب وفي ثلاثة هيبقوا حكام الفيديو. والمن المفترض ان هم مش هيعلنوا بس عن حكم مباراه الذهاب، لا هم هيعلنوا عن الحكمين في الذهاب والاياب، وفي نفس الوقت برضو الثلاثي اللي هيكون حكم الفيديو. وانت عارف طبعا احنا في المشاكل اللي بتقابلنا في افريقيا بالزبط. وعدد الحكام الجيد مش الكبير، فطبعا اكيد الموضوع محتاج منهم شويه وقت، فلكن احنا برضو يعني عايزين نطمن الناس ان شاء الله يعني باستخدام تقنيه الفيديو. وعلى فكره برضو عايزين نشيد بقرار الكاف ده، لان مش يعني حاجه تنفيذها مش سهل خالص. لا طبعا بالظبط، تكلفتها حتى كمان كبيره، الشحن من الدوله لكانت كبيره جدا طبعا. حتى احنا شايفين مثلا يعني في بطوله دوري ابطال اوروبا مش مستخدمه واكيد الاتحاد الاوروبي يعني من المفترض ان هو اكيد في فرق كبير في الامكانيات. طب احنا نستفيد في مصر هنا من الجزئيه دي بالذات بالتحديد ازاي؟ يعني نعمل ايه عشان نحاول، احنا كده كده عارفين ان في مطالبات كتيره من الانديه المصريه ان يكون في تقنيه الفار بعد الاخطاء التحكيميه الرهيبه اللي بنشوفها في الدوري الممتاز لحد دلوقتي او لحد اخر جوله يعني بالتحديد. ازاي نقدر نستفيد من التجربه دي اللي هتطبق في استاد برج العرب ان شاء الله يوم الجمعه؟ الحقيقه ان يعني احنا مش هنقدر نستفاد بيها بشكل فعلي، احنا بس احنا هنشوف بروفه، لان حتى كمان المصورين المصريين اللي هيذيعوا المباراه مش هيكون يوم دخل في اشاره البث او الفيد اللي رايح غرفه حكم الفيديو في برج العرب. يعني هم تعاقدوا مع شركه اجنبيه بالفعل علشان هي اللي تبعت الفيد اللي بيروح لغرفه حكم الفيديو. المصورين المصريين بس هيقوموا بدورهم بالتواجد على الكاميرات، وبالمناسبه هم هيبقوا 10 كاميرات علشان 10 كاميرات بالظبط، علشان يقدروا يركزوا بشكل كبير على المناطق زي منطقه الجزاء، المناطق اللي دايما بيبقى فيها التحامات قد تحتاج استخدام حكم الفيديو. فاحنا احنا بس هنشوف بروفه، لكن فعليا مفيش استفاده، لان مفيش حد مصري هيشارك في تطبيق الموضوع او هيشارك في تنفيذها على ارض الملعب فعليا. بس احنا دلوقتي قدامنا مثال حي ازاي الكاف، واعتقد ان الاتحاد المصري يعني حتى لو بيشتكي من ان ظروفه الماديه مش لا يعني مش متاحه ان هي تطبق حكم الفيديو، بس احنا برضو مش جايبين مثلا تجربه انجليزيه ولا بالزبط. تجربه اسبانيه مثلا الفرق ما بينه وما بينهم كبير، لا احنا بنشوف اهو الكاف اشتغل على حاجه من حوالي سنه تقريبا. تمام. ابتدى ان هو يدرب حكامه عليها وعمل طاقم من التقنيين علشان يقدروا يشتغلوا عليها، وتعاقدوا مع شركه اجنبيه علشان تبعت لهم الفيد. فدي تجربه احنا ممكن نحاكيها، ان احنا نبتدي من دلوقتي لو احنا عايزين فعلا نطبق حكم الفيديو بالشكل الامثل، ان احنا نبتدي ندرب من دلوقتي حكام على استخدام تقنيه الفيديو، ونبتدي فعلا نخاطب شركات. وانا اللي انا فاهمه ان اتحاد الكره المصري بالفعل خاطب شركه هولنديه الموضوع ده. تمام. علشان نبتدي نستخدم الاجهزه ونبتدي ندرب حكامنا على استخدامها بالظبط. فبالتالي لما لكن هي صعب تبقى السنه دي اصلا موجوده تقنيه الفار في مصر، يعني اعتقد يعني مش هيكون من السنه دي خالص. اي كلام عن ان تنفيذها السنه دي هنشوف حكم قاعد في التلفزيون بالظبط كده زي ما شفناه. لا 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 ده كلام مش منطقي. مش منطقي طبعا. الكاف نفسه طيب. شغال عليها بقاله سنه يعني. اكيد. طب اخيرا توقعاتك لنتيجه المباراه، مش المباراه الاولى بس. لا ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يحتم الفوز في مباراة برج العرب بإذن الله إن شاء الله،
وفي رادس ان شاء الله اعتقد ان احنا باذن الله الاهلي ما يخسرش هناك ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول بشكرك شكرا جزيلا. وسهلا ومرحبا بكم نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري. شباب كأس افريقيا مبروك 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 لقاء تحكيم الارقام القياسيه. طيب دي اكيد كانت مداخله مهمه جدا من امير عبد الحليم طبعا مدير تحليل موقع في الجول، اتكلمنا عن تقنيه الفار وده اكيد شيء مهم جدا تواجده في المباراه النهائيه بالنسبه للنادي الاهلي امام الترجي التونسي. كابتن محمد يوسف كمان اتكلم عن المباراه وقال المباراه مش هتحسم من برج العرب اطلاقا، المباراه عباره عن شوطين، شوط اولاني هيكون في مصر والشوط الثاني هيكون في تونس من خلال ملعب رادس، فقال التركيز لازم يكون خلال المباراتين بشكل كبير جدا ومهم ان شاء الله اللاعبين يكونوا يعني في يومهم ان شاء الله. نتمنى ان الفريق بشكل كامل يكون موفق ويقدروا ينفذوا المطلوب منهم داخل ارضيه الملعب من قبل الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف، وان شاء الله يكونوا في الموعد. الاهلي ان شاء الله هيأدي مرانه اليوم في برج العرب وده هيكون المران الاول ليه بعد ما سافروا خلاص النهارده. مران هيكون مهم جدا واكيد هيكون في محاضرات، محاضره هتكون فنيه بعد المران، يعني بعد المران هيكون في عشاء، بعد العشاء هيكون في محاضره يتكلموا فيها باستفاضه بشكل كبير جدا ويشوفوا بعض اللقطات الخاصه بفريق الترجي التونسي وبعض التعليمات اللي هتكون من قبل الجهاز الفني لاعبي النادي الاهلي. بالمناسبه برضو بكره هيكون المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي والمران الاخير بالنسبه للترجي التونسي اللي هيكون عنده مران النهارده. بكره قبل المران بالنسبه للنادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 7 مساء هيكون في مؤتمر صحفي خاص بمستر باتريس كارترون وحسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، بعديه مباشره الساعه 7 هيكون المران الاخير، بعديه ان شاء الله هيكون الساعه 8:30 المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني وكابتن فريق الترجي التونسي، وهيكون المران الاخير ايضا في تمام الساعه 9 مساء بالنسبه لفريق الترجي التونسي في نفس توقيت المباراه. كمان خليني اقول لكم او اطمنكم على فتحي وهشام محمد، الاثنين يعني الاصابات بتاعتهم يعني مش قويه قوي، ان شاء الله هيكونوا لائقين ويكونوا متاحين بالنسبه للجهاز الفني. نروح بقى نشوف الصحافه التونسيه اتكلمت عن القصه دي ازاي وعن مباراه الاهلي والترجي. موقع جريده الشروق التونسيه اتكلمت او قالت تصريحات لمجدي تراوي المدرب المساعد للترجي الرياضي التونسي ان الفريق جاهز على جميع الاصعده الخوض النهائي وشايف ان هم مستعدين بشكل كبير جدا للفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان شايف ان من الضروري بالنسبه لهم لا قدر الله ان هم يحرزوا هدف في النادي الاهلي في مصر، وده شيء اكيد ما نتمناهوش خالص وده اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم من شويه، ان الاهم ان احنا ما نستقبلش اهداف، ممكن حتى لو النتيجه تخرج 0-0 بس الاهم ان احنا ما نستقبلش اهداف. طيب خلينا نروح لإعلامي تونسي وصحفي تونسي أستاذ عماد بن فراج في تونس، طبعا بنرحب بيك في البداية. مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين معكم. كله تمام؟ تونس كويسة؟ الحمد لله شكر لها مرحبا شكرا. الحمد لله. عايزين نتكلم عن مباراة الأهلي والترجي ومباراة الذهاب بالتحديد، وكيف ترى الصحافة التونسية هذه المباراة من وجهة نظره؟ طبعا الصحافه التونسيه اولت اهتمام كبير بمباراه الاهلي والترجي الرياضي التونسي بنظر لقيمه الرهان بدوري ابطال افريقيا ذهاب ولقيمه الفريقين. طبعا الاهلي كبير القاره بثمانيه القاب والترجي احد اكبر الانديه الافريقيه في حائز على لقبين وست نهائيات، هو نهائي كبير. هنا صحافة يعني اهتمام كبير سواء الصحافة الورقية أو التلفزات أو الإذاعات، خصوصا وأن الترجي يطمح إلى كسر عقدة الأهلي المصري. تمام. شايف ان موضوع ان الاهلي موفق في رادس وان الترجي موفق في برج العرب، هل ده ليه اثار على اللاعبين مثلا في المباراه ممكن نشوفها نكون اللاعبين مطمنين شويه سواء فرقه الاهلي او فرقه الترجي التونسي؟ هل الصحافه التونسيه بتتناول هذه الجزئيه بالتحديد؟
طبعا هو العامل النفسي عامل مهم في كرة القدم، ربما ليس العامل الأهم لكن هو عامل مهم. صحيح الأهلي تقريبا أصبح شبه عقدة في الفترة الماضية بالنسبة للترجي التونسي، حيث ينتصر كثيرا أو يترشح على حساب الترجي في ملعب رادس رغم عدم تحقيقه لنتيجة إيجابية في برج العرب. كذلك الترجي يعني لم يسبق له الانهزام في برج العرب، 3 لقاءات 3 تعادلات، نهائي سنة 2012 وربع نهائي الموسم الفارط 2-2 كان النتيجة. لكن في اعتقادي أنه هذا عامل ذو يعني سلاح ذو حدين، يمكن القول بأنه يمكن يمثل حافز للتراجي لكسر عقدة، أو ربما يمثل حاجز يعني نفسي قد يهول دون رغبة التراجي في تحقيق حلمه بإحراز اللقب. هل في غيابات في صفوف فريق الترجي خلال المباراة الأولى بالتحديد؟ تقريبا الترجي الذي التونسي سيكون متاح أمامه كل التشكيلة باستثناء إصابة ماهر الصغير، هذا معناها كان أصيب معناها منذ أسبوعين أو أكثر، يعني إصابته امتدت 3 أشهر. غير هذا يعني تشكيلة الترجي ربما ستكون كلها جاهزة في انتظار بعض الشكوك بخصوص الظهير الايسر ايمن بن محمد. تمام. ربما نقول ربما لا يكون جاهز، اشتكى من بعض الاوجاع في الاسبوع الماضي اثر لقاء نصف النهائي امام غرتوت الانغولي، ولم يشارك في مباراه الدوري امام نادي حمام منت، لكن ترجح كل المصادر انه سيكون جاهز لموقع في النهائي. التغيير وحيد لا يزال معناه غير واضح هو مركز حراسه المرمى، نسبة المشاركة إلى الآن لا تبدو واضحة بين معز بن شتيشية أو رامي الجديد. هو ده سؤال أنا كنت عايز أسألك فيه بصراحة، ويمكن سمعنا خلال امبارح بالتحديد أن الجهاز الفني فريق الترجي التونسي جدد الثقة في رامي الجريدي، هل ده موضوع صحيح وخصوصا بعد ما كان هو مش موفق خالص في مباراة فريق أول أغسطس؟ الحسم بالقول أنه جدد الثقة في رامي الجريدي يبدو مجرد الصواب، كل الترشيحات تقول امكانيه عوده معز بن شريفيه، رغم ان معز دايما مش موفق في مباريات الاهلي على فكره، يعني كل المباريات اللي لعبها معز بن شريفيه امام الاهلي يمكن ما كانش موفق فيها برضه، وكان الاهلي بيحرز اهداف كتير. بالفعل بعد يمكن نهائي 2012 كان قدم نهائي ممتاز سواء ذهابا او ايابا، بعدها يعني المشاكل اللي عانيها معز بن شتيفيه مع جماهير الترجي بدات فعليا منذ ربع نهائي العوده الموسم الفارط حين انتصر الاهلي على الترجي بهدفين لهدف، اهداف علي معلول وجميل اجاييد، لكن تبدو النيه متجهه للتعويل على معز بن شتيفيه رغم انه الاطار الفني اكد انه الى الان الحظوظ متساويه ولم يتم الحسم في من سيحرز في باك الترجي في برج العرب في ذهاب نهائي دوري ابطال. طيب استعدادات الترجي واستعدادات تونس لاستقبال النادي الاهلي ان شاء الله عشان مباراه الاياب، يعني مباراتين قريبين جدا من بعض الجمعه والجمعه، فبالتالي عايز اعرف الاستعدادات هتكون ازاي، وكمان عايز اسال على الحضور الجماهيري بالنسبه للترجي، هل تم تحديد عدد معين لحضور المباراه وخصوصا المباراه الاخيره ايضا امام فريق اول اغسطس كان في اعمال شغب شفناها كده خلال التلفزيون من جمهور الترجي مع الامن التونسي، هل هيتم كمان تقليل عدد الجمهور في حضور مباراه الاياب ما بين الاهلي والترجي؟ بخصوص النقطتين، النقطه الاولى بخصوص حضور الاهلي، اكيد الترجي يعني متعود على حسن استقبال طبعا، تونس متعودة على حسن استقبال ضيوفها، الترجي فريق كبير، فريق عريق، له صولات وجولات، متعود يعني على حسن استقبال، خصوصا أن الأهلي كذلك دائما ما يعامل الترجي بطريقة جيدة، جماهير الفريقين تقريبا هناك علاقة ود يعني أكيد أكيد، علاقات جيدة جدا بصراحة ما بين الترجي، علاقة ود بين جماهير الترجي والأهلي كبيري القارة وكبيري العرب. بخصوص في النقطة الثانية والحضور الجماهيري، إلى الآن لم يحسم الأمر، لكن في اعتقادي النية تتجه إلى منح الترجي أقصى ما يمكن من التذاكر رغم ما شابه نصف نهائي من بعض أعمال شغب، لأنه المصادر الإعلامية والمصادر المقربة من كواليس النادي تؤكد حضور كل من رئيس الجمهورية الباجي خالد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمباراة العودة يوم الجمعة المقبل يوم 9 نوفمبر. تمام. أستاذ عماد بن فراج الإعلامي التونسي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام
2013 الأهلي المصري صاحب الألقاب والأرقام القياسية وحامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة. أبو تريكة الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك. أدي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وادي أبو تريكة الله يا راجل فرح المصريين يا أبو تريكة، وادي الكرة عبد الله يسدد، وأبو تريكة الكرة بتحب الكرة بتكفه، سلام حلو عبد الله والدعم من أحمد فتحي وتسديدة والجول التاني يا أهلي حديد، الأهلي حديد، ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجة، ده النادي الأهلي الذي أمامنا كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الأهلي للأبد. طيب نروح للأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج وأهم العناوين في الأخبار. سوبر كورة، أبو ريدا يخطط مع الأندية لتغيير نظام انتخابات اتحاد الكرة المقبلة. اليوم السابع، شوبير لن أدخل اتحاد الكرة إلا مع أول اجتماع رسمي للمجلس. الفجر، الإمارات تطلب تواجد محمد صلاح في مواجهة الفراعنة الودية. الشروق، صلاح ضمن قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي. فيتو، طارق عشري يتلقى عرضا لتدريب منتخب ليبيا. الوطن سبورت، اكتمال النصاب القانوني لعمومية الإسماعيلي. جريدة الشروق، الاتحاد السكندري يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة بيراميدز. الأهرام المسائي، المقصة يلاحق أنطوي من أجل الطردية. جريدة الوطن، ست مواجهات في صراع كأس الرابطة الإنجليزية وملك إسبانيا، النني يقود أرسنال واجهة بلاك بول، وتشيلسي يتطلع لدور الثمانية، وبرشلونة وريال مدريد في مهمة سهلة. جريدة الشروق، رونالدو صلاح وأبطال العالم لديهم حظوظ في الكرة الذهبية. سكاي نيوز، مونديال قطر تعديل جوهري مفاجئ. أس راموس يوجه رسالة لجمهور ريال مدريد قبل مواجهة ميليليا. سبورت 360، بلاتيني يحدد اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية. طيب يعني في خبر من ضمن الاخبار مهمه وهو خاص بالكابتن احمد شوبير، خلاص نجح في الانتخابات التكميليه بالامس بالنسبه لاتحاد الكره، كان في مقعدين شهيرين، مقعد رجل ومقعد مراه، المراه كانت دينا الرفاعي وكابتن احمد شوبير كان المقعد الثاني، بالتالي هو قال تصريح مهم جدا، قال انا مش هدخل اتحاد الكره غير بعد او غير مع اول اجتماع رسمي، وخصوصا ان هو الراجل هيتم تنصيبه كنائب رئيس اتحاد الكره، وده كان من ضمن الاتفاق اللي تم او اللي جرى ما بينه وبين المهندس هاني ابو ريدة رئيس اتحاد كره القدم المصري. طبعا كابتن احمد شوبير قيمه كبيره للكره المصريه، اكيد هتستفاد منه او هيستفاد منه اتحاد الكره بالتحديد، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للكره المصريه بشكل عام. الشروق كمان اتكلمت على ان صلاح ضمن قائمه افضل لاعبي الدوري الانجليزي، عشان بس الناس اللي كانت بتهاجم صلاح وان هو السنه دي مش في مستواه، مش ده محمد صلاح بتاع السنه اللي فاتت ومش دي الارقام بتاع محمد صلاح. على فكره بالمناسبه السنه اللي فاتت في اول 10 مباريات كان احرز 5 اهداف، السنه دي في اول 10 مباريات احرز 5 اهداف، ويمكن السنه دي كمان عمل عدد اسيست اكتر، السنه دي 3 اسيست لحد دلوقتي بالنسبه لمحمد صلاح، اعتقد السنه اللي فاتت في التوقيت ده يعني اعتقد كانوا 2 تقريبا او حاجه، يعني المهم الارقام متقاربه بالنسبه لمحمد صلاح. بالتالي في اول 10 جولات محمد صلاح من ضمن افضل 20 لاعب في الدوري الانجليزي. طبعا دي كانت فقرات مهمه جدا، بعد الفاصل هيكون معانا حوار مهم جدا مع الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت، استنونا بعد الفاصل. بطولة افريقيا لأول مرة. طويلة للخطيب. ¡Gracias!
work! Oh, goal! Goal, goal, goal! محمد أبو دريكا! كده بيركز أبو دريكا وفينا برضا على المرمى الله بقى الله! من ثواني بقولها نعملها! وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني! وليد على طول الكرة لمحمد ابو تريكا ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكا يعني. والحقيقة في وجود وليد سليمان وحسام عاشور تحديدا اثنين من العيار الثقيل هم اللي هيقدروا يقودوا الخليط الموجود. وطبعا كابتن احمد فتحي انا بتكلم يعني على العمودين اللي ورا بعض لانه ده اللي هيبقى عنده كل الشغل علشان نغمه رادس ملعبنا عشان نغمه الاهلي وتوك في تونس. الاهلي وتوك في اي مكان بالزبط. الاهلي توك في كوتوكو في العام 82 مع اول بطوله ومع من مع فريق كان يقوده محبوب الخطيب كل طبعًا. سنه طبعا والكابتن احمد الخطيب طيب بكل خير وسلام. وبالتالي النغمه دي قلت واصبح هناك مكانها جماهيريا كمان. فرقه الكوره عندها من الثقه ومن الطموح ومن الخبرات اللي تقدر تبني عليه. لكن النغمه دي كانت اعلاميا ظللت شويه كده حتى من قبل مباراه الدور قبل النهائي تمام. وبالتالي بدا اغلب اعم الاعلام يعي المرحله دي كده. مجلس الاداره ورئيس النادي اكتفوا بالمتابعه الدائمه. رفض حتى محمود الخطيب ان يحتفل زملائه معه وبيوم ميلاده واخد بال حضرتك للتركيز ومزيد من التركيز. تخيل كلهم في عمله ومن ثم الفريق والجمهور الان لازم هو كمان يبقى عامل زي اللي بيتمرن اخر تدريبات الجمهور نفسه ما يبقاش رايح مستعد الا لحماسه دائمه أملي. املي ان المره دي تبدا في الدقيقه صفر اللي هي دقيقه ما قبل السنتر يعني. هنرحب بلاعبتنا على التسخين هنرحب بالضيوف على التسخين لكن شويه هدوء ويبدا مباراه الجمهور مع اول دقائق المباراه بالزبط. دي الحاجه الوحيده اللي جمهور الاهلي بيعملها بحب وجمهور مصر الحقيقه اغلبه أكيد. اللي هو تروح من الظهر تشجع اللي بالليل مع الماتش متعودين على كده مع الماتش بتحس بحاله ايه هدوء الا بقى تحفيزا تلاقي جنب من المدرجات او من الجنب التاني. لا عايزين المره دي نخليها اكثر احترافيه خاصه ان الجمهور هو صاحب الصيحه التاسعه يا اهلي هاتها يا اهلي الله. وبالتالي اعتقد ان المباراه محتاجه منتهى التركيز. عن الفنيات ما شاء الله حدث ولا حرج لكن تبقى ان الترجي مش الترجي اللي كان مع خالد يحيى. الترجي باداره فنيه وطموح جديد جدا هو اللي جاي المره دي يمارس عليك ضغوط انه انا اللي جاي لك برج العرب وفرصتي الثانيه في نصف المباراه الثاني في تونس العاصمه في استاد رادس. طيب بمناسبه برج العرب واستاد رادس هل الاجواء اللي ممكن بعض الجمهور بيفكر فيها الاجواء التفاؤليه بالتحديد النادي الاهلي دايما بيكسب في رادس الترجي كمان بالنسبه لجمهور الترجي بيفكر ان هم ما بيخسروش اطلاقا في برج العرب مع منتخب مختلف الانديه اللي لعبوها هنا في مصر برج العرب شايف الجزئيه دي بالتحديد ازاي؟ ما زي ما قلت لحضرتك شايف ان احنا لازم نكسر حاجز الافكار طيبه وجميله عوايدنا طبعا امور عاديه لكن تمام لكن الطبيعي ان الاهلي يفوز في اي ملعب الجديد ان يفوز الترجي على انديه بحجم الاهلي تمام. في ملعبه ده اللي كان بيبقى جديد او تصادفك فرقه يعني بلغه الكره تعقر شويه تمام. او هزيمه يعني ما كنتش متوقعها لكن فكره انه انت تلجا ليها سلبا او ايجابا يعني تخشى الترجي لانه ما بيخسرش هنا او تقول لا رادس ملعبي الفكرتين كلاهما مرفوض تماما. واعتقد ان نجوم الاهلي زي ما قلت لك بقياده الكبار الثلاثه تحديدا اللي قلناه يعني اكيد ده لب الموضوع بالنسبه لهم بعد التكتيك وبعد التاكيد على الخطط وطريقه اللعب وكل ده. طيب عايزين نخش في المباراه شويه فنيا والعوامل النفسيه اكيد الخاصه بالفرقتين قبل المباراه المهمه دي تحديدا عايز ابتدي بالنادي الاهلي اللي كان عنده مباراه اخيره امام الوصل في البطوله العربيه. شايف التعادل بالنسبه للنادي الاهلي 2-2 ده ممكن ياثر على اللاعبين نفسيا قبل المباراه وموقع بالعكس. مهمه جدا امام الترجي؟ بالعكس التعادل هي مش نقطه افاقه لانه الاهلي ما كانش يعني رايح في اغماء مثلا فاستفاق لا
هي زي ما بتقول حد ايه كان محتاج حد يقول له يلا بينا ليه لانه هو بقاله وقت طويل شغال. بمعنى انت في مربع اربع بطولات عمال تخبط في الركن ده والركن ده والركن ده والركن ده يعني مقفول عليك في مربع عمال تلف جواه، وبالتالي ما كان للأهلي أن يرفض استكمال البطولة العربية لأنه دي بطولة بات ليها رصيد كبير قوي وليها أهداف كتيرة قوي، وأهمها أنها طلبت ود الأهلي أول ما رجعت طبعا. وبالتالي كمان جوائزها متعظمة أكيد. الأهلي نادي مؤسسي محترف، ومن ثم ما كانش ينفع ما تلعبهاش مش الماتش ده، يعني ما كانش ينفع ترجئ المشاركة فيها تمام. وكان يجب على مجلس الإدارة وده اللي عمله أنه فريقه المحترف يلعب كل البطولات التي تلتقيه صحيح مع انتهاء إن شاء الله العرس الأفريقي، ونأمل أن العروس بقى السمراء تيجي مع أميرنا الأحمر إن شاء الله يبقى فيه لود أقل، فتعرف بقى أنت ناقصك إيه واللعيبة يبقى عندها شوية استشفاء، يبقى عندها يعني مراجعات لجزء فن. لكن يعني أتت الرياح بما تشتهي بقى مش لا تشتهي اللي هي فكرة أنت واجهت ثلاث فراودة برازيليين زي أغلب محللين القناة وبعض نجوم الكرة ما قالوا فوقوك شوية لأنه تقريبا أكنك اتمرنت للترجي في الشق الهجومي وده اللي ممكن يعملوه في برج العرب اللي هو يستنى ويحاول انتزاع هجمة هنا وهجمة هناك لأنه ما تصدقش على الأقل بتحليل المتواضع ان الترجي سياتي للهجوم من الدقيقه الاولى لا يعني. طبعا وبالتالي اعتقد ان مباراه الوصل كان فيها ايجابيات اللي الجمهور شايفها سلبيات اللي يشوفها ايجابيات ويسجلها الجهاز الفني واللاعبين عرفوا ازاي ممكن ياخدوا نفسهم ازاي ممكن يستدرجوا فكره القتال بقى على مدار الشوطين شوط هنا وشوط في الترجي، وبالتالي الخوف كله ان الجمهور هو اللي يبقى رايح مطمن مش الفرقه طبعاً وأملي طبعاً. إن الجمهور يبقى محب محترف في اليوم ده أكيد إن شاء الله بإذن الله. لكن أنا في جزئية بس عايز أسأل حضرتك فيها وهي خاصة بالموجات الانتقادية اللي شفناها بعد مباراة الوصل، وحضرتك اتكلمت في الجزئية دي بالتحديد بشكل مميز جداً، مش يعني مش وقته خالص ان احنا ننتقد حد من اللاعبين، ننتقد مركز معين، نتكلم عن اللاعبين. هتقول ايه انت وما لديك وكل الفرق في العالم ما ينفعش تقول تعاني. لديها يوم لاعب في قمه مستواه، ولديها يوم هو في المتوسط، ولديها يوم هو جيد، ولديها يوم هو اقل من المتوسط. فانت ايه اللي ممكن تستدعيه وانت بتحلل اداء فريق بيشارك في اربع بطولات عنده من الاصابات ما يكفي فريقين بالزبط. كاملين عنده من ما يمكن ان يكون ذخيره الكثير، لكن القيد بقى ده مقيد عربي وده مقيد افريقي وده مقيد محلي بالزبط. عندك ثلاث انواع من القيد. مش عارف الانتقاد كان على اساس ايه بالظبط، قد يكون هناك بعض المحاذير زي ما قلنا او تقدر تكتب ملحوظات، لكن لما توجه انتقاد للاعب انه هو انت صحيت فجاه بعد سيزون ونص اللي فات وبطولة عربية شغالة لدور الستاشر وجاي فجأة تقول أمير أو عصام هو لاعب جيد أم لا؟ لا طبعا أكيد فيها تقييم بيبقى تقييم مرحلة أكيد فيها ضبابية بالظبط، مع الأخذ في الاعتبار أنه اللاعب لما بيبقى بره الجيم لازم بيبقى أقل شوية. هي صحيح دي مش عادة أهلاوية، كان لاعب الأهلي في شوية مشاكل في البدلاء يعني مش عشان مش على نفس المستوى، لا عشان الروتيشن نفسه لفكرة القيد، وبالتالي كان دايما اللعيب يجي من على دكة البدلاء تلاقيه 90%، المرة دي من 60-65 فبيفرق طبعا، لكن مش الكل. وبالتالي الأهلي بيعوضها باللعب لغاية ما يركب الأتوبيس يعني اللي هي العادة الحمراء بالزبط. انك بتلعب طوال المباراة لغاية ما تروح، وكبار من المدربين حتى وهم يفوزوا على الأهلي يقول لك لا تضمن إلا عندما تذهب إلى العشاء إنك أنت أنهيت مباراة بنتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي المصري. طيب فدي عادة مهمة جدا، لكن هذا الانتقاد برضو أعتقد إنه يتحول لبعض اللاعبين لحوافز، لأن هو كويس. مدرك إنه لازم يقدم مستويات طبيعية يعني. وفي الأهلي لا يوجد حساب بالقطع، ده اللي بيطمن النجم أو يخلي الأهلاوي المتفرج العاشق ما يخافش على النجم، لأنه مش حد بيسمع لحد. الإدارة فنية وإدارة إدارية يعني ما يسمى الإدارة بالأهداف. طيب
طيب اتكلمنا عن المباراه، بس عايز اتكلم بالتحديد عن اللاعبين يا استاذ عصام. وعندنا يمكن لاعب الفتره دي في قمه توهجه هو وليد سليمان. بصراحه الراجل بيقود النادي الاهلي بشكل مميز جدا على مدار الفتره اللي فاتت كلها من بدايه الموسم في مختلف البطولات. شايف ان وليد سليمان هيكون العنصر الابرز بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، ولا المباراه دي ملهاش مقاييس بالنسبه للاعبين اللي ممكن يطلعوا؟ الاهلي لم يعتاد حتى مع اساطيره الكبيره ومن طبعا محمود الخطيب ان يركن الى لاعب، لكن قد تكون يعني واحده من الافكار النميسه انه بيبقى عندك سوبر نجم. تمام. لكن وليد انا يعني وانت بتكلمنا لما ابتسمت افتكرت زميلي وصديقي العزيز علاء عزت مسميه خاتم سليمان. يعني وليد سليمان بقى بيجيب جول بدماغه، وبقى بيجيب جول برجله اليمين، وبقى بيقطع من ورا الباك. طبعا دي لقطات لوليد، لكن هو جاب جول كمان في الترجي، لكنه المهاجم رقم 10. وبالتالي لا هو فايق، هو يعني بيقدم نفسه الجمهور الاهلي اللي ما بينساش لوليد انه ساب قرابه ال 2 ل 3 مليون انا فاكر كويس قوي علشان يرتدي. كانت قصه كبيره جدا، الشعار الاحمر وقصه الكل يعني يعلق. كان اسس بغبن تجاه المنتخب، وبالتالي يقاتل من جديد من اجل اثبات. ودي النقطه اللي كنت عايز اسالك فيها بصراحه استاذ عصام، هل عنصر السن في حاله تالق لاعب زي وليد سليمان وزي احمد فتحي ممكن يحكم الجهاز الفني المنتخب ان هم يدومش لاعبين خبره زي دول؟ واكيد اللاعبين المتواجدين في صغار السن في المنتخب اكيد محتاجين ان هم يستفادوا من هذه الخبرات. طبعا لكن هي الحقيقه مع النزول بمعدلات السن ظلم وليد مش ظلم احمد فتحي. احمد فتحي ادى ما عليه وما لديه. تمام. وبالتالي استمراره كان يبقى من بنات الخبره، لكن ماذا فعل وليد في حاجه منتخب مصر وهو يذهب للمباريات اللي هتوديه افريقيا؟ تمام. ومن ثم يبدا جوله اخرى من المنافسات مع التعديل مع يناير 2019. ليه لا؟ قال لك عشان السن. هنا مش هنثقل بقى لا على جهاز المنتخب، لكن هنطالب وليد ان يظل في الصوره. بالزبط. فقد تاتي اللحظه التي يحتاج منتخب مصر خاتم سليمان اللي هو وليد سليمان. وبالتالي ظلموا جدا تخفيض معدلات العمر. انا اجزم انه الوحيد حتى ما يعني مش خسارتنا لنجوم كبار زي فتحي وغيره، لكن ابتعادهم يعني اقصر. انما ابتعادهم سنه حياه معقوله. طبيعي. الا وليد بقى هو ظلم فعليا يعني. يعني شايف ان هو حق ان يكون متواجد في المنتخب فترة. مؤكد على الاقل فيما لدى المنتخب من مهمات حاليه. انا بقول لك قريبه زي بطوله يعني افريقيا. هو ده هو ده هو ده. انت واخد لاعب سوبر على كل ما هم دول الافارقه، ولا وليد بيلعب مين؟ بيلعب الافارقه. اذا اصبح لديه حتى الثقه المعنوي، هم كده كده بيسموه الحاوي، هو واحد من الفرق في بتخشاه اساسا. أكيد. فما بالك وهو في قمه تالقه وازدياد خبرته الى يعني سده المنتهى الكرويه. تمام. غياب مفتاح مهم جدا زي علي معلول في مباراه نهائيه زي دي، يمكن هو الراجل مش محظوظ شويه السنه اللي فاتت برده كان اصيب، بس هو برده هل ده ممكن ياثر؟ ما اعرفش ليه بيسيب نفسه لفكره عدم التعافي الكامل بشخصه من الاصابه يعني. يمكن لهفه على اللعب، يمكن لانه يعني مع منتخب تونس هو منتخب كبير ومع الاهلي كبير القاره ما بيبقاش عايز يريح سنه يعني. شفناها مع نجوم كتير مصريين وعرب قبل كده. تمام. اللي هي مش عايز يتعافى 100%. فبيضطر يقول عايز دايما يبقى رجله في الملعب، يبقى رجله في الملعب. لكن مع انضباط قلبي الوسط يعني بتعويض قائم ان شاء الله، ايمن اشرف يقدر يدرك. اكيد طبعا لاعب مميز جدا المساحه دي ان شاء الله يعني. ان شاء الله. لانه يعني اكتسب بقى من الخبرات الكثير كمدافع، وبالتالي لما بيعود للمركز اللي بدأ فيه كمدافع أيسر لا بقى فيه إفادة، واعتقد ان الراجل بيعرف يعمل توليفة. بص الفرنسويين من ايام ايمي جاكي وفرنسا 98 اعتمدوا زي البرازيليين على منهج لعب يعني، فكلهم بيلعبوا بطريقة ديديه ديشام. من سنوات طويلة ما كناش شفنا الأهلي قبل كارتيرون بيلعب بثلاثه يضغطوا على واحد. اللي هي عنكبوتيه كان عملها صح دونجا لما مسك البرازيل، وقبليه روبرت كارلوس البرتو بيريرا وطورها دونجا، لكن بقت سمه كرويه فرنسيه. اعتقد ان هو بيشتغل ده، فبيعوض التاثير لغياب لاعب مثلا تديله تقديرا 9.5 زي علي معلول، لما تستبدله بايمن اشرف نتاج الخبره تلاقيه مثلا 9 ل 8.5. الفرق ده يمكن تعويضه. تمام. كمان عوده بعض العناصر المهمه من الاصابات، يعني عندك خلاص حسام عاشور جاهز، يمكن هو خلاص جاهز مؤخرا بقاله يعني ماتش او حاجه. عندك كمان عوده سعد سمير مهمه جدا، عمرو السوليه اللي يمكن كان غايب لفتره وشارك في مباراه الوصل ومباراه وديه كانت الاهلي، عوده بعض العناصر اكيد هتكون مهمه جدا يا استاذ صمد. بص حسام عاشور يعني
زي ما قلنا على وليد واحمد فتحي، في لعيبه كده تجرد خارج السرب خلاص امتلكت ادواتها وبقت من اهم وسائل الاداره الفنيه لقياده الفريق يعني. لكن طبعا عوده سعد سمير هي اللي هتوفر البديل الحيوي، لانه البدلاء كثر، لكن الحيوي هو ايمن اشرف جاتي واصبح لاعب عنده خبرات كبيره سعد بالظبط، وسعد بقى في المساحه دي دي حتته بالزبط. وملعبه وبالتالي عوده دول مع السوليه لا طبعا، وشوف القدر برضو رحيم علشان النادي بيبذل جهد إدارةً وإدارة فنية وحتى جمهوره العظيم اللي بيتلهف لتقديم كل ما لديه. تأتي فكرة إصابة يعني الراجل علي معلول، علي معلول في الوقت اللي سعد سمير يرجع بالزبط. تلاقي كده في يد القدر يعني بتخدمك طالما انت بتعمل اللي عليك بالظبط. اكيد اي حد يعني هيشارك في المباراه نتمنى له كل التوفيق، ومهم جدا ان شاء الله ان هي المباراه مباراه 11 يختارهم الراجل طالما الحتت اللي كان بيبقى فيها تبديل وتوفيق اللي هو تاخد واحد من جوه تطلعه بره او من بره تدخله لجوه الملعب دي اللي كانت مش بتعمل هزه لكن بتبقى قسوه شويه على اللاعب اللي بيسموه جوكر. تمام. مع انتظام الخطوط خلاص 11 واحد هيبداوا، واعتقد ثلاث بدلاء لو احتاجهم الراجل، او انا ما بحبش كلمه البدلاء مع الكبار الاهلي والزمالك وكل الكبار، لا ده رصيد، ثلاثه من رصيدك اللي في البنك الاحتياطي اللي بره ده يوفروا لك دعم اذا احتاجهم في اي وقت ب 90 دقيقه. طيب السيناريو اللي حضرتك تتوقعه للمباراتين بقى بشكل عام، المباراتين يعتبروا مباراه واحده، مباراه هنا في القاهره ومباراه في تونس، او مباراه بالظبط شوطين، مباراه في مصر ومباراه في تونس، السيناريو صحيح. اللي انت ممكن تكون متوقعه ممكن يكون عباره عن ايه؟ انا اتوقع ان الترجي هيبذل كل ما لديه من كره الشمال العربي الافريقي في عكننه فرقه الاهلي ومحاوله خطف هدف، مش هيفتح خطوطه ابدا. ده اسوء حاجه بصراحه، ما هو هي مدارس يعني، أسوأ حاجة بالنسبة لنا قصدي يعني. ما بقول لك هي مدارس لكن هم مش واخدين بالهم ان الاهلي بدا ينتصر على الحكاية دي بالزبط. بل على العكس احيانا بقى الاهلي بيعملها في ملاعبهم هم لما بيقدر يفوز ما شاء الله في ملاعب تونس واخرهم مباراته فاكس تيف وليد احرز هدف مهم بالزبط. جدا بالزبط. وبالتالي هو ده السيناريو، لان الكره في كل بلد لها سمه مهما حصل عليها تطوير لكن لا تغيير كامل يعني مفيش تغيير للاداء كاملا هتفضل بنفس سماتها وطبعا هينتظر اما فرصه هنا بتعادل سلبي او خطف الهدف ده اماله طبعا على ان يلعب الشوط الثاني في بلاده. الاهلي هيعكس الموضوع، الاهلي سيبحث عن هدف مبكر من غير فكره التسرع. تمام. ده اللي انا قصده فنيا مهم قوي طبعا. ولا الجمهور يسعى لسربعه فرقته بالظبط، لكل لحظه وكل فرصه بتفت من عدد فريق الترجي التونسي. يا رب ان شاء الله نتمنى الامور تبقى ماشيه بالشكل المطلوب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، كمان في ظل حضور عدد كبير من الجمهور يا استاذ عصام من 50 ل 60 الف متفرج، جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عامل السحر في المباريات المصريه كمان بالتحديد زي مباراه الترجي. طبعا ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر المباراه واللي متلهف كمان على حضور المباراه بالمناسبه؟ انا امنيتي الوحيده ان الناس ما تشجعش بدري عشان ما يتعبوش يعني بالظبط طبعا احنا بنشوفها في الملعب ان الناس ما تشجعش بدري مره يصدقونا طبعا طبعا الطله الاولى مع بدايه الوجود ماشي طله التسخين ماشي طله الترحيب ماشي لكن فلنتوقف نوزع المجهود يعني يا سلام زي فرقه الكوره ايوه ويبقى في كابتن كده للفرقه فرقه التشجيع يعني وفعلا يعملوا النوع ده من الالفه مع فكره بقى اللي هو ما كانش بيعملها الا جمهور الاهلي اللي هي فكره موج البحر، شيء كده يحسس المنافس بالثقه مش بالاستهتار بيه ان احنا جايين نتفرج على فرقتنا وان شاء الله هتكسب. تمام. اعتقد انه تنويع التشجيع ده باهازيجنا وحركات الملعب الجميله بتاعت جمهور الاهلي دي هي دي اللي ممكن تشغل الى جانب طبعا لعب الفريق جزء من خيال بدلاء الترجي وفريقه في الملعب. تمام. طيب جزئيه اخرى ومهمه جدا وعايز اخد رايك في اهميه تواجد تقنيه الفار في مباراتي النهائي سواء في مصر او في تونس، وهي اول مره تطبق تقريبا في افريقيا بشكل كامل. انا مش عارف يعني
حاولنا نعرف هم هيركبوا ادوات كتير ولا هتبقى يعني كده القد يعني. هو كان معانا استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول، يمكن قال لنا تفاصيل، وكان اتكلم مع احد المصادر في الاتحاد الافريقي وقال ان هم جايبين يعني حاجات كده تتشحن لمصر ولتونس. ما انا بقول لحضرتك لكن خلال تواجد ثلاث حكام للفيديو، لكن ده مش كامل الفار برضه، مش كامل الفار طبعا، اصل صعب برضو استاذ عصام يكون متواجد الفار بشكل كامل، لازم كل التجهيزات كلها اكيد تكون موجوده. يبقى كان يجب انه ايه هيلجأوا له طيب بالكامل، ولا برضو زي ما هو مش كامل الفار مش هيلجأوا له بالكامل؟ لا هيلجأوا له، في كاميرات مخصوصه هتكون متواجده بالنسبه للفار وبالنسبه للحكام، 10 كاميرات تقريبا هيكونوا متواجدين، بالنسبه للحكام الدوليين كمان اللي هيكونوا مميزين. انا عارف ان هم هيجيبوا حكام مدربه وهيجيبوا هيجيبوا ادوات مهمه تمام. لكن زي ما قلت لحضرتك مش 100%. فاتمنى انه العوده للفار تبقى في الالعاب الملتبسه الحقيقيه تمام، مش كل لعبه زي كاس العالم، لكن لانه هناك التجهيزات اكبر طبعاً، في استوديو خاص طبعا طبعا، وحوالي 12 كاميرا خاصه غير المخرجين الخاصه برضه، وبالتالي اتمنى انهم يرجعوا له في الحاجات الملتبسه فقط. طيب يعني التواجد برضه التقنيه دي اعتقد هيكون مهم يا استاذ عصام، خصوصا ان اخطاء التحكيم الافريقيه عارفينها بشكل كبير، يمكن المباراه الاخيره بتحس انها ما بتجيش الا على المصريين بالظبط، وكمان مباراه كل فرقنا جت على الجوليين بصراحه، وطبعا بتروح خبطه الاهلي ثم خبطت فرقه برضو المصريين بيحبوها لان طبعا او الاهلاويه يعني بلد يعني فلافيو بلد وجيلبرتو اللي هو اول اغسطس يمكن اتضروا جدا بصراحه في المباراه بتاعت الاياب، هدف صحيح 100%، وبعدين كان في اخطاء على ال 18 كتير ما اتحسبتش بالنسبه للفريق الانجولي، فاعتقد هتكون حاجه مهمه جدا. وده اللي انا بقوله لك طبعا. عشان كده لا الكاف بيطور واحنا مش قلقانين، كل قلقك ارميه ورا ظهرك لان دي مباراه يا صديقي ما حدش بيبيع حد. ليه؟ الرجاله كلها موجوده والتقييم موجود وضيوف الفيفا، لا ما تقلقش. طيب ازاي نستفيد من تطبيق التقنيه المبدئيه حتى اللي هتكون متواجده في برج العرب بالنسبه لاتحاد الكوره؟ علشان احنا عارفين ان احنا يعني بنعاني من الاخطاء التحكيميه على مدار بطوله الدوري السنه دي بالتحديد بصراحه، مختلف الفرق مش الاهلي بس بالمناسبه. ازاي يتم الاستفاده من الجزئيه دي بالتحديد عشان نحاول ان شاء الله نطبقها بدايه من الموسم الجاي؟ الموضوع سهل، ناخد نسخه زي ما بنقول لهم على الاحتراف، كل واحد يقعد يقول لك عايزين نعمل رابطة، لا نعمل لجنة. طب ما تسحبوا ورقة وترجموها، نفس الحكاية، شوفوا الفار ده بيشتروه منين نروح نشتري، شوفوا بيترجموه فين نروح نترجمه، خدوا نسخة يعني صوروا الأوض والناس واسألوا اتعلمت فين يا كابتن ومش يعني احنا بنصعب على نفسنا ليه يا أمير؟ الموضوع سهل وبسيط لأنه مع كل تحديث ما بقاش في حكام غير حكامنا اللي بيتقال لها بر الامان وخلي بالك ويا ابني ما توجعوش قلبنا، مش الكلام ده، خليك جريء خليك عادل تمام، والاخطاء وارده طبعا، المشكله يعني ناخد النسخه بس دي الاستفاده الوحيده. ويدعو حكامنا لزياره التركيبات، على فكره لازم اللجنه تحضر صح التركيبات، صح دي فكره مميزه جدا يعني طبعاً. بس تحاول تشوف الامور هتبقى ماشيه ازاي، الاساليب أنا كل حاجه مستغرب جدا بتبحث. لو ما كانش ده هيحصل يعني انه يبقوا حاضرين التركيبات، عارف زي ما تكون بتغش ديكور لبيتك صديقك وانتوا لسه في سن الزواج فعمل شقته قبلك، لا الحاجات دي مهمه جدا مهمه جدا، دي اللي بينتج عنها تحديث، وبالتالي ننتظر ان ده يحصل يعني، وامل انه يحصل، متوقع انه يحصل، امل انه يحصل. انا من امبارح اتكلمت في الجمعيه العموميه، الكابتن عصام قال لي ان شاء الله، بس ما اعرفش بقى ان شاء الله هيروحوا ولا ان شاء الله وخلاص يعني ولا ان شاء الله يبقوا يفكروا بالظبط. بس نتمنى الاستفاده من كل كبيره وصغيره في حاجات تطور الكره المصريه بشكل عام. مطلوب ايه يا استاذ عصام من الجهاز الفني واللاعبين في مباراه الذهاب الاول؟ خلينا نتكلم عن معاملتها ككل المباريات، لا الجهاز الفني في اختبار ولا نجوم الاهلي في اختبار بالزبط. لكنهم يحتاجوا شجاعه النهائي، شجاعه البطل وفقط يعني في جمل قليله جدا عشان ما نقعدش نقول كلام ان هذا والكلام ده تمام. بتتكلم عن فريق مش واصل بالصدفه أكيد. عن فريق ابن النهائيات، عن فريق بتفلت منه يعني على دبوس صغير واخد بالك، وبالتالي الموضوع سهل وواضح، العب يا اهلي بتاعت الجمهور دي اللي هي لعبك يا اهلي بس ولا شيء. طيب اكيد شيء يحسب للجهاز الفني برضه يا استاذ عصام عوده الفريق للبطوله، يمكن احنا عارفين مع بدايه دور المجموعات خسرنا نقطة. مباراه وتعادلنا مباراه، كان عندنا نقطه مره من الترجي خدنا تعادل هنا في مصر، وامام فريق كامبالا سيتي في اوغندا خسرنا 2-0، اكيد شيء يحسب للجهاز الفني طبعًا. عودتهم للبطوله، شايف العوده دي ازاي وانك توصل كمان للمباراه النهائيه بالشكل ده؟ توصل للنهائيه وتصعد اول المجموعه وكلام كتير يعني هي الحكايه اهلاويه يعني دي قصه الحياه، دي سنه الكره الحمراء يعني بالظبط.
ليه؟ لانه الفرقه دي بالجهاز الفني الجديد كانوا عارفين ان مفيش قطع رقبه لو ما كانش وصل بالمناسبه يعني. بالظبط دي حقيقه، اكيد كانت عليهم الضغوط الكبيره خالص خالص يعني، ما كانش الوصول او حتى المجموعات معناها نهايه المدرب الجديد او بعض اللاعبين، لا 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 لا، اذهب والعب باسم الاهلي بطريقه الاهلي، ثم النتائج بقى مع جنرال توفيق، لكن انت اديت ما عليك. تمام، وبالتالي دي اللي كانت النقطه الفارقه. تمام، اكيد شيء مهم جدا، وبصراحه حاجه يعني على يعني تقدر بالنسبه للجهاز الفني ان هو عاد للبطوله بالشكل المميز ده. طيب توقعاتك للنتيجه في مباراه الذهاب؟ انا عندي يقين ان شاء الله ان واللاعب اللي هيتالق كمان ان الاهلي هيكسب. لا المتالقين الجمهور اعتقد هتبقى يعني حسبه جماهيريه جدا، لكن سيظل وليد متالقا وليد سليمان وليد ازارو اللي هو التالق يعني بمعنى الافاده القصوى يعني. وليد او خاتم سليمان زي علاء ما بيقول ووليد ازارو. طب التحذير اللي انت حابب تقوله للجهاز الفني واللاعبين من فريق الترجي بالتحديد؟ هو ما تروحش وراه في اي عكس هنا. وعندي كمان يعني مطالبه لكابتن التيم انه يروح على الوقت، يروح على العشر ياردة زي ما فرقه الاهلي بتعمل، ايد ورا ظهره بيكلم الراجل ويقول له هنا واقع، هنا لازم يقوم، هنا الساعه كام. الجمهور بياخد باله والحكم بياخد باله ان ده كلام الكابتن، ما حدش يزق حد وحد يقول لحد فيوترك. تمام، بس يعني اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. استاذ عصام بصراحه نورتني وشرفتني النهارده، وانا كنت مبسوط ودايما بمبسوط لما تكون معايا يعني، واكيد شرف لينا كلنا. نلتقي بعد النهائي يا رب. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق ويكون احرز اللقب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ عصام. طبعا كان معانا الاستاذ عصام شلتوت رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع والناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا بالتفاصيل الكبيره عن مباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي التونسي، هذه المباراه الهامه طبعا مع ختام الحلقه النهارده. ندعي ربنا كده ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي بدايه في مباراه الذهاب تكون نتيجه جيده، مش عايزين نقول مريحه لان صعبه، اكيد مباريات بتبقى صعبه ما بين الاهلي والترجي، لكن ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق بدايه من مباراه الذهاب ومن ثم ان شاء الله مباراه العوده. ومن ثم ايضا التاهل لكاس العالم للانديه بعد الفوز بهذا اللقب الغالي. كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه. استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله من برنامج كلام في الميديا. الى اللقاء.